بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل ما شاء الله جاري. هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة على أرضية هذا الميدان منذ لحظات أعلنت اللجنة مشكورة حقيقة عن انطلاقة شوط من انطلاقات الخير والبركة. هنا هذه الانطلاقات مع ظبيان مش حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، احد شبابنا عبد الله بن علي ابو نواس، بينما اللي في المركز الثاني اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم، احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام، الثالث المراكز هناك الاسد لسهيل بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي، ثالث المراكز النقلة على المركز الرابع مشاغب، يا سلام، لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، سلطان بن محمد الملعاي، خامس المراكز هناك من الجانب الثاني الساعي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري، الواعي يأتي سادسا، الواعي في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن المر بن حلوه نكتبي المركز السابع، اللي في المركز السابع ما شاء الله هنا من يصل في هذه اللحظات سابع المراكز اللي هو الواعي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة، المركز الثامن اللي في المركز الثامن ولا السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله هنا من يأتي في هذه اللحظات. نعم ثامن المراكز، نعم ثامن المراكز سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم مع سيب بن خلفان لغويس اللي هو السياحي، وفي المركز التاسع هناك من الجانب الثاني ناصيلي سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم وخالد بن المر بن حلوة الاكتبي. هكذا أيها الأخوة كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام، هكذا كان الوصف والعد التنازلي هنا لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، والكل باحث، الكل باحث، الكل ما شاء الله ينصب نفسه ويمركز نفسه في أول انطلاق حتى خط النهاية. المركز الأول ما زال مسيطر على المركز الأول، هناك مهاجر سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ولا نعم نعم أحمد بن سلطان بن رشيد، بينما اللي في المركز الثاني يأتي ساعي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وسعيد بن عبيد الحميري سياحي يأتي ثالثا لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف من خلفان لغويصة، النقلة على المركز الرابع اللي في المركز الرابع مستمعينا الأعزاء هناك وضاح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خالد بن مر بن حلوة اكتبي، وفي المركز الخامس هناك الأسد سهيل بن محمد خلفان راشد المزروع. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالفواء التمام. نعود من جديد مستمعينا الأعزاء إلى الجديد، نعود إلى المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يمهاجر يبي يهاجر بناموس هذا الشوط، ولكن الباحث عن النقطة الثالثة أيضا مطاعي سلم هاجر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، وصل بن حلوة وضاح، يبقى يوضح لنا الأمور من لوحة 600، يبقى الأمور تتضح من هذه اللوحة. سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خالد بن المر بن حلوة الاكتبي مقدما هذا الاسم هنا في هذا الانطلاق، هناك السياحي سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم وسيف بن خلفان الغويص أيضا ثالث المراكز، ولكن خلني يجوي عند مهاجر وخلني عند وضاح، خلني عند الاثنين
اللي 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 بهنزان زان اللقى وإلى أين إلى أين؟ هل بن رشيد ولا بن حلوة؟ بن رشيد ولا بن حلوة؟ بن حلوة ولا بن رشيد؟ اللحظات الجميلة الله بدأت الأمور وصدرت الأوامر صدرت الأوامر. يلا 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 يا ملاك يا مضمرين اللحظات الأخيرة. مهاجر 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 يبقى في القمة. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الثاني موصولة أحمد بن سلطان بن رشيد المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خالد بن مر بن حلو اكتبي المركز الثالث سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم مركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وفي المركز الخامس هناك لسمو الشيخ مكتوم حمدان بن راشد المكتوم 6 12 69 تهانينا وأناموس.